طب هل الاهلي مستفيد كده الثلاث نقاط طبعا وراح اسبوع؟ طبعا يعني اللعيبه هترتاح اسبوع مباراه ضغط في ظل منافسه شديده مع بيراميدز السنه دي، خد بالك بيراميدز كمان شارخ وماشي فضغط على الاهلي جدا. صح، فالاهلي كان مجهد، شفت ماتش الداخليه الاهلي كان عامل ازاي؟ غير ان هو مجهد، مباراه النادي الزمالك كانت النادي الاهلي يعني اجهاد ذهني وعصبي ونفسي وممكن تخسر فيها نقط، وحتى النادي الاهلي لو يعني لو كان كسب حتى مباراه هيطلع خسران، خسران حاجات يعني خسران ضغط عصبي ونفسي بحاجه زي كده، لان دي مباراه مش زي مباراه. هو زمالك ريحها وبرده قلت لك نقط، مش ثلاث نقط، ثلاث نقط راحه، راحه 90 دقيقه يعني مفيش اسبوع كامل. والاهلي محتاج، لان بيشتكي عنده يعني لاعبات المصابه هترجع، عنده مثلا اللعيبه المجهده، عنده يعيد ترتيب اوراقه، بياخد نفس كبير، مباراه مهمه بثلاثه بونت من نادي الزمالك وهو داخل على المنافسه الشرسه. وانت بتنافس بيراميدز خد بالك، الاهلي فرص فوزه على اي نادي عاليه طبعا، الا الزمالك وبيراميدز يعني، والزمالك الاول لان دي حاجه مباراه بيراميدز المنافس والزمالك ماتش القمه ما فيهوش هزار. مظبوط، فالتسع نقط بتوع الزمالك والست نقط اللي بين الاهلي وبيراميدز هم دول التسع نقط اللي هيحسموا الدوري. هم دول مفترض طبعا التسع نقط اللي هيحسموا الدوري. طبعا كده انا من وجهه نظري زي ما كان مثلا في حاجات كده الناس ما تنساش، زي حكايه الدوري سيد عبد النعيم، زي حكايه هدف احمد حمدي في الكونفدراليه، سيظل النقطه دي قد يكون ان هل الهديه المجانيه الاهلي لو خد الدوري اقسم بالله الهديه المجانيه الزمالك ليه 50%. ما انا بقول لك الهديه المجانيه الزمالك ليه 50%. الهديه المجانيه والله عشان تعرف الواجبات بتاعتنا، الهديه المجانيه اللي قدمها النهارده نادي الزمالك للنادي الاهلي قد يعني يذكر هذا الموسم. لو الاهلي خد الدوري، لو خد الاهلي هذا الموسم يقول لك ايه الزمالك، الاهلي بطل الدوري من خلال الزمالك. لان انت خلاص اصله الاهلي كان عليه ضغطين، ماتشات بيراميدز والزمالك طبعا. فزي ما قال استاذ محمد برضو مهما كان الفرق الثانيه واخر ماتش ممكن تحصل مفاجآت. لا واخر ماتش في الدوري الزمالك كسب، ضيع الاهلي ثلاث نقط. مظبوط، لا وضيع الاهلي ثلاث نقط يعني، شفت النقاط اللي خسرها الاهلي يعني. النهارده الزمالك لو لعب وفاز، لا كان الزمالك يعني ايه كان يعطل الاهلي، لا وغير تعطيل الاهلي كان حافز كبير للجمهور ومجلس الاداره راح، مجلس الزمالك برضك عليه ضغوط من بعد الكونفدراليه يعني فتح كبير لنادي الزمالك. حاجه ايه بس مع الراجل ده لا ما اعتقدش يعني مع جوميز مش متفائل انت. لا 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 ده جاي له عرض بيقولوا من الخليج. مع السلامة والله استاذ محمد. إيه؟ المدربين الاجانب دول طول ما قاعد في مصر بتقول لك عروض، وهو بعد كده تفضلا منهم بيقول لك لا احنا مكملين. انا قلت وجهه نظر لو عرض وفلوس كتير هيمشي، ما عندوش مش حاطط 11 لغايه دلوقتي بيقول لك ب 200,000 دولار. انا بقول لك اهو اللي زي كده لو جاي له عرض بس انا حاسس ان وتشاف يمشي، هو طالب يتبعت له رسمي، بس انا حاسس ان هو بيضغط لان ليه فلوس مكافئات الكونفدراليه ده كل ده يتلم عادي. بس 200,000 دولار و30,000 دولار، لا يا شباب ده هيكتر. 50 مجلس اداره الكابتن حسين لبيب الله يكون في عونه، عليه ضغوط وعليه فعلا يعني. طب بمناسبه الضغوط هيعملوا ايه الزمالك في الكونفدراليه ورخصه الكونفدراليه؟ اعتقد دي مشكله كبيره هتتحل. ازاي؟ يعني هتتحل ان هو اتحاد الكوره ممكن يبعت مثلا، لان هو خلي بالك اصل ازمه القيد دي مش اول مره. هل اتحاد الكوره ممكن يبعت للاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي السنه ده عمل سيستم. ما انا بقول لك هل ممكن يبعت له؟ لا ولا له لازمه البعت. عامل سيستم وبعد عامل التوقيت ما المشكله. ما انا هقول لك اهو عامل جواب. انتهى امتى؟ هو عامل جواب يوم 2 مايو قال ان اي ازمه مستحقات ماليه على اي نادي حلو فيها احكام نهائيه قبل 31 مارس ايوه لازم تحل قبل 30 يونيو. فمشكله الزمالك عارف لو بعد واحده يعني مثلا النهارده اتحكم ثلاثه قيد جداد اللي هم مساعدين بريرا. انا مستغرب يا استاذ محمد يعني عش انت توصل لنفسك منسيه منسيه مش منسيه لا اتكلم فيها بس انت كس يعني انت عشان 1000 دولار عشان 1000 دولار لا يا استاذ محمد عشان بردك القضايا انت اسم الزمالك بردك بتتردد هناك كل شويه في مشكله فبيتحكم بسرعه مش مستاهل يعني 20,000 دولار مش مستاهل ما كنتش وصلتها ربنا ما يحصل عليك حكم ربنا يخلي لنا رئيس النادي اللي هو بيدفع اللي هو الوحيد اللي يقدر يحل حاجه زي كده اللي هو عمال بيدفع عمال بيدفع عمال بيحل مشاكل مين؟ مفيش ممدوح عباس الراجل ده يعني تمثال في النادي بقى لغايه دلوقتي يعني عمال يعني اقول ايه انا اسف يعني عمال بيطبع فلوس. طب اقول لك على مفاجاه انت عارف لا ان إيه؟ لا لا انا اتحفظ بس على فكره كده انت عارف ان الاستاذ ممدوح عباس كان رافض الانسحاب. انا قلتها له قبل ما حصل بريغ قال الكلام ده جوه بس في الاخر كان رافض فكره الانسحاب يعني بقول لك هنجني ايه من الانسحاب يعني هو الراجل ومتضايق جدا من هي توريطه بقى ما هو مش ما كانوش هينفع يرجعوا خالص يا شبانه مش هينفع الراجل ده مجلس الاداره ده لو كان رجع كان خلاص يعني حاكم على نفسه بالاعدام. هيحصل ايه في موضوع خد بالك ان خالد بوطيب
قبل 31/5 هو هو شغالين على محاور ولازم قبل اللي هو اصل الازمه مع ابو طيب بيحاولوا يحلوها مع ود ال 20000 غير حلين. ما انا بقول لك الحل ودي ويبعت التصالح ويبعت ان انت تدفع له فلوس ويقول لك دفعت او يبعت او تتفق معاه على جدوله رسميه ويبعت حاجه رسميه يبعت رسمي واللعيب يبعت رسمي يقول انا موافق على هذه الجدوله. اذا كان باعتين 250000 لسامسونج مش عايزهم بقول لك لا انا ليا اكتر من كده تخيل عشان ما تدخلهوش 250000 سامسونج تخيل احبط راسي في المكتب ما المحامي نصحهم قال لك خلاص يعني سامسونج اللي هو يعني يا دوب بيعمل الكره كده بالعافيه ما المحامي نصحهم قال لهم ما تدخلوش نفسكم ما تورطوش نفسكم في قضيه حلوا المشكله ودي قبل ما تكبر للاسف الشديد تخيل الموقف القانوني 250000 دولار القانوني اللي زعلك في بعض الدول سامسونج مش راضي بيك لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا بس هو لازم خالد مطيب يوافق على الجدول بس هو السؤال برضو للناس بتقول خالد مطيب واخد حكم النهائي والزمالك القيد اتقفل هيجدول ليه؟ يعني الكلام ده يعني على اساس ان هو ياخد يعني حبال تبقى طويله بالحب بالحب العشم اصل بقى لهم بالعلاقات اتمنى خد بالك هو رافض الموضوع ده نهائي اصلا خد بالك ده باقي خمس ايام ما انا لحد النهارده احنا بنتكلم على الحل الودي نادي الزمالك طرحه من اكتر من كام شهر من يعني اقول من بعد الحكم النهائي مثلا من فتره قريبه انت شغال وكل شويه نسمع ايه تقريب وجهه النظر الموضوع فيه مرونه ده كلام النهارده فيه مش عارف ايه كده لكن مفيش خطوه حتى الان للاسف شباب ما فيش رصيد يونيو لازم ما فيش رصيد للنادي عند خالد ابو طيب اصلا يعني دي مشكله اكبر دي مشكله بليغ اكبر الزمالك الان الكونفدراليه هي حياه او موت بالنسبه له ايوه دي عشان كده بقول لك دي مشكله اكبر من لازم من الهري اللي احنا قاعدين نقوله اللجنه تيجي تدير اصل الماتشات هو ما فيش حل لازم مش هلعب ماتش الاهلي الزمالك دي اهم الكونفدراليه الزمالك اهم مش هيضحي يعني هيجد حل لازم يعني ان كان هو مثلا بقى. بناحيه قانونيه هيبعت هيمد فتره لا تنسى هيعمل لكن هي الحياه او بالنسبه للزمالك لا تنسى مش هيقدر ان الكابتن احمد سليمان قال في تصريح تلفزيوني بوضوح انه الزمالك يتجه او يفكر في انه ما يفتحش القيد ما فيش فلوس ماشي تبقى النقطه دي لكن ما يقدرش عشان الكونفدراليه لو الزمالك ما شاركش في الكونفدراليه كارثة. هتبقى كارثه كبيره طبعا. ولا مجلس الزمالك النهارده اللي بيتسقف ولا حاجه الجمهور مش هي مش وصمه عار لا ازاي الجمهور مش هيسامحه مش هيغفر يبقى ايه الاهم بقى في المناقشه والبحث حل الازمه طبعا السريع الحل دي صح الازمه دي اهم صح والبعد القانوني بتاعها يشوفوه ازاي إيه؟ البعد القانوني هل ازاي يعني البعد القانوني يحلوا فيه ازاي ايه اللي ممكن يحلوا فيه الزمالك والمصري خمس ايام والمصري كمان عنده ازمه لان المصري مرشح مش هتبقى ازمه زي ازمه الزمالك لا المصري مرشح كمان كونفدراليه ما هو مصري المصري من ضمن الانديه المرشحه للكونفدراليه بس هيبقى السؤال استاذ محمد هو ازاي الكونفدراليه وكمان رابع الدوري هو احنا بنتكلم في جزئيه طب انت بتقول يوم 30 طب يبقى هو الزمالك الاتحاد الافريقي هيستقبل الاسماء امتى لا الرخصه ما انا فاهم الترخيص انا فاهم الرخصه اللي هي بتاعت الوقت بالقرعه هو بيتكلم على الرخصه لا اقصد هل ان هو ممكن يمد الفتره لا هو الاتحاد ما اعرفش الا اذا في سبب بقى يعني ممكن في سبب يعني هل انا ما اعرفش انه لسه يعني البطوله لسه ما طلبتش الاسماء لا 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 ديدلاين اكيد محمد ما هو مثلا ما انا اديك مثلا يعني النهارده نادي زي المصري لسه مشاركته جديده لا كل اديني فرصه مثلا حد كل الانديه المحترفه في كل الدول بالظبط بتاخد رخصه رخصه نادي محترف مش رخصه مشاركه بافريقيا مستوعب وعشان تاخدها بس اقصد ان هو يديك فتره سماح عشان تاخد الرخصه كل الدوريات الانديه المحترفه بتاخد رخصه تمام الرخصه دي بتمنحك الحق في للمشاركه في البطولات الدوليه بتاخدها مقابل ايه بقى فانت بتاخدها انك تكون سليم ومالياتك سليمه وما عليكش ديون لحد صح. والحاجات اللي هي والاشتراطات والملعب والحاجات زي كده كلها الحاجات دي يعني كل الانديه بتاعتنا هتقدم عليه تاخد الرخصه دي احنا بنحاول يعني بنساعد بجمل خمس ايام لا لا مش بجمل لا مش حاجه كده بليغ هل الاتحاد الافريقي خمس ايام مده ولا ايه وماله هو النهارده لسه نازل القرار الظرف المالي بتاع الزمالك انا اتوقع خلي بالك زي حضرتك لو تفتكر برضك في الدوري المصري كان بيقول لك ما تقيدش في بدايه الدوري الا لما تحل ازماتك الماليه وبيحصل ايه بعد كده بيحصل فيها ده في الدوري المصري ما انا بديك خمسه بس ايه فاتوقع انه برضه ممكن لو تواصل مع الاتحاد الافريقي ممكن يبقى فيه يدي فيه مرونه يدي فتره سماح شهر ولا حاجه زي كده اعتقد لو تم التواصل معي اتمنى يعني يدي الفتره دي لما يلاقي فعلا في حلول
وموافقات من الطرفين، يعني عندي مشكله معاك وانت موافق انك تحل بس وانا بتمنى بظبط. طيب احنا قبل ما احنا خلصنا خلاص، بس قبل ما نمشي بس حاجه، الواحد زعلان على اليورو وكوبا امريكا والناس بتتكلم عن كوره واحنا في الدوري المصري ما فيهوش لعبه اساسا، علينا نتكلم عن والله العظيم عندنا اثاره اكتر من اليورو بس بره الملعب احداث في الملعب. صح الاحداث بس بره المشكله انها بره الملعب، ده اللي زعلان عليه انه بره الملعب. ده الحمد لله انت لو في الملعب هتقطعها لو ركزت في الملعب. عموما اتحاد الكوره استبدل طاقم التحكيم الاسباني انه يلعب الماتش، هيعمل له جوله سياحيه، الناس هجت هتقبض 70,000 دولار باين، 70,000 دولار والناس ما اثرتش. الناس خلي بالك النادي الاهلي هيتقدم بكره بطلب رسمي انه رابطه الانديه هي تتحمل مسؤوليه الطاقم التحكيم الاسباني. انا بقول لك اهو معلومه ان هو ما يتحملهاش. ليه يا كابتن؟ ليه يا حبيبي؟ والنادي الاهلي خد 3 بونط، عايز ايه تاني؟ لا هو ماله، هو ماله من 3 بونط؟ انا تحملت مسؤوليه. بقول لك ايه، طب يا من حقه، من حقه ايه؟ بتبقى خد 3 بونت ليه يا جدعان؟ هو النادي الاهلي دلوقتي جاب طقم حكام وما خدش 3 بونت؟ هو انت لا يا باشا يدخل بس يا باشا النهارده تدلع يقول لك لا مين؟ النادي الاهلي من عندهم تدلع. اصل هو يا كابتن اه والله ما انت بتدي له 3 بونت. انا النهارده جايب حكام خلي بالك. طب هنقول حاجه ثاني، هو الماتش دلوقتي ده اتلغى صح؟ تمام. اتلغى في الملعب ولا قبل الملعب؟ قبل ولا بعد؟ الاهلي خد ايه؟ الاهلي خد 3 بونت يا بليغ. لا مش كابتن، لا يا بليغ، لا لا وايه لا هو بيحكي بنظام. طب انا عندي راي في الموضوع ده. اتفضل بعد الحلقه نتكلم، نخش انا وانت وبليغ. لا احنا في كلام كتير. استاذ بشير انت كابتن بشير انت شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا ريس. زميل الملاعب. زميل الملاعب. شرف ليا. استاذ بليغ ابو عايد شرفتنا والله. انا بتشرف بيكم مع الكابتن بشير حبيبي، دايما بحب اتشرف بكم. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في التمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.